سامح خويا سمير، خويا سمير ستارك القوانين ما تستهدفش اشخاص. اعطيني تقييمك الشخصي. شوف. المثال ماهوش كشخص، احنا نعتبره مثال. سي كمال مرجان كان من الكفاءات معروف، هذا ما نجموش نشكوا في كفاءة كمال مرجان. لم يكن كفءا سياسيا. استنى اي شخص كان يدعم الاستبداد، اي شخص كان يدعم الاستبداد ليس كفءا. شفت الكلمات هذه؟ ماهوش كفء سياسي. شفت الكلمات هذه؟ الكلمات هذه يقول لك نظيف، نحب تقييمك. نظيف مقصود به الفساد المالي، لكن الفساد السياسي ترسيخ نظام الاستبداد يقول لي كفء. والعدم الكفاءة السياسية، انا كنت مساهم في ترسيخ نظام الاستبداد وكنت تعمل في بروباغندا النظام فاسد. يعني هذه هيك هذه تحت فضفاض. لا لا.